انطباع الفوز ده في نادي الزمالك كان عامل ازاي؟ لا ده كان كله فرحان كله طبعا. كان بيكلمنا كان لا كان حاجة كانت كمان أول بطولة تدخل السيزون ده كان انتوا عملتوا كمان انتعاش للفرق التانية الحمد لله كسبنا يعني. وكان الناس كلها كانت فخورين بينا وكان بقى مكافآت بقى طالعة والفلوس طالعة وكل حاجة ودي لحظة مهمة دي لحظة مهمة جدا بصراحة كانت كل حاجة كانت كويسة من بعد ما كسبنا الحمد لله. زعلانة ان انت بطلتي؟ لا انا زعلانه انا بص انا يعني تعبت قوي الفتره اللي فاتت تعبت بقى يعني عايزه دخلتي نادي الزمالك كنت عندك كام سنه؟ 6 سنين لعبت ست سنين وقبل الست سنين انا خالته كانت بتلعب فولي برضو وفاء اسماعيل حرم الله يرحمه كابتن عزمي مجاهد وبابا برضو نوح ادم لعيب كره قدم كابتن شيكابالا ايوه شيكابالا كان مبسوط بكم جدا 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 بس قال لك ايه شيكابالا؟ مبروك يعني كان مبروك طبعا كان مبسوط طبعا اديت لهم هم كمان دفعه الصراحه طبعا أيوة وكان لازم احتفل بطريقه طبعا. كابتن شيكا عشان ده اسطوره بالنسبه لنا كلنا كنت بتقولي ان دخلتي وانت عندك 6 سنين لا دخلت العب قبل ما العب بقى طبعا انا تيتا كانت قدام النادي فانا فانتوا ممكن تلاقيني كنت بلعب في النادي لو انا صغير يعني انتوا العيله اصلا كلها ما شاء الله كمان اخويا برضو بيلعب كان بيلعب قدم في النادي دلوقتي بيمرن وامير برضو كان مدرب في النادي وكان بيلعب الحمد لله يعني كل العيله بتاعتي زملكاويه ما شاء الله.